Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Mohammed Yusuf. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronized today the inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the representatives and shura councils that was held remotely at Sakhir Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Upon His Majesty's arrival to the palace, the national anthem was played. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفجر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. The personal representative of His Majesty the King, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa and the Minister of Royal Court, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, were also present. The inauguration was also attended by the Speaker of the Representatives Council, Fawziya Zainab, the Chairman of the Shura Council, Ali Saleh, the Minister of the Representatives and Shura Council's Affairs, Ghanem bin Fadl Al-Bu'aynain, and members of both councils. الشورى والنواب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم. The event was commenced with a recitation of verses from the Holy Quran.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. His Majesty delivered a speech in which he expressed pleasure to inaugurate the current session of the fifth legislative term. الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لنا وعلى بركة الله أن نفتتح دور الانعقاد الرابع لمجلسكم الموقر في فصله الحالي، متطلعاً معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الآباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء، وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة، ولي عهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء، على جهوده الكبيرة والمتواصلة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة، الذي يشرف حتى هذه اللحظة على كافة تفاصيلها، وبتنفيذ متميز لفريق البحرين بجميع كوادره
والذين نكن لهم بدورنا كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشرفة التي ستذكرها لهم بلادنا على الدوام. ونخص بالذكر هنا الطواقم الطبية على الصفوف الأمامية وهم يواجهون الجائح بسلاح التطعيم والتحصين وبتعاون مشكور من قبل الجميع، حامدين الله الذي أعاننا على تجاوز هذا الظرف، دون أن ننسى في خضم كل ذلك ما فقدناهم من أرواح عزيزة ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان. الأخوة والأخوات، فبالرغم من صعوبة المرحلة إلا أننا وبفضل من الله نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تساهم بكفاءة عالية في تعافي اقتصادنا الوطني وتتعامل بشكل محترف مع التحولات العالمية المتسارعة للاستفادة من فرصها بهدف تعزيز التنافسية والمكانة الاقتصادية لمملكة البحرين. ومن هذا المنبر ندعو جميع أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، وعلى كيفية تطوير تعاملنا مع التحديات البيئية والأزمة المناخية التي تطال كوكبنا، بمجد التعاون من أجل مواقف عالمية مؤثرة نجدد من خلالها سبل حماية البيئة من أي مخاطر مستجدة لحفظ بناءنا الإنساني والحضاري. ولا يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي أن نشير إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية اليوم وغدا، مشيدين هنا بالتطور المستمر لأداء حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية والمتمثل في تشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي، وباهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية لتتوالى الإنجازات المشرفة التي نشهدها على كافة المستويات وفي جميع المجالات. وللمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا، ولله الحمد فهي مباركة في سعيها وعطائها، ولها كل التقدير والتكريم. ونوجهنا بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك. وعلى سبيل المثال للحصر، الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
بمبادراتها الهامة وصندوق الأمل بمشاريع الطموح. وتسعدنا الإشارة في هذا السياق بأننا نعيش اليوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة كأسرة واحدة في هذا المجتمع الآمن، وهي أجواء مشجعة تجعلنا نمضي قدماً لتطوير التشريعات ونظم العمل، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي. ومن بين أهم البرامج المنفذة على هذا الصعيد برنامج العقوبات البديلة الذي نجح بالرغم من حداثة تطبيقه في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة، ولمواصلة الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فقد وجهنا بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ووفق ضوابط محددة لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم، وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبل مشرق بإذن الله. حضور الكريم، تواصل مملكة البحرين التزامها بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان. وفي هذا الصدد نتابع بقلق شديد ما تتعرض له المياه الإقليمية الخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. ونجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. وسيبقى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية. وأياً كانت التحديات، فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مسارها الطبيعي تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتغريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة. الإخوة والأخوات، إنه لا يسرنا بهذه المناسبة الطيبة أن نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية، وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناءة بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية. هذا فضلاً عن الدور الكبير الذي تتولاه وفود المجلس في إبراز صورة البحرين في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. ولا يسعنا هنا إلا أن نخص بكثير من التقدير والاعتزاز الجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته، وأن نعرب لمؤسساتنا العسكرية عن بالغ سرورنا ومباركتنا لإقدامهم على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها انسجاماً مع ما تشهده من تجارب إقليمية
تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة. وفي ختام هذا الحديث ومن منطلق اعتزازنا بما يبذل من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، نتوجه بالتحية والثناء والتقدير لعطاء مواطنيننا الكرام برجالهم ونسائهم، ونحن نمضي معهم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة الكريمة، واضعين تقدمنا الحضاري نصب أعيننا تحت لواء دولة المؤسسات والقانون، مع خالص التمنيات لدور انعقاد موفق يواصل بالبناء على المنجزات والمكاسب الوطنية التي ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق من الله، ومن ثم اجتهادكم في خدمة الوطن الغالي كل من موقع مسؤوليته، وهي نتائج تدعونا للفخر بكم وبجميع أهل البحرين الأعزاء. بوركتم وبوركت خطاكم على طريق الخير والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the speech, His Majesty stated that the kingdom has always been a homeland for peace, freedom and prosperity. He hailed the positive cooperation between the government and the National Assembly. His Majesty also expressed thanks and appreciation to His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, for his extensive and continued efforts in managing the pandemic, along with Team Bahrain, who have exerted relentless efforts to combat the health crisis. His Majesty added that despite the difficulty of the current phase, the kingdom has been striding steadily towards economic growth in line with Bahrain Economic Vision 2030, which will contribute to the recovery of the national economy. He also underlined the importance of reaching the goals of sustainable development. His Majesty emphasized the important role women play in the comprehensive development of the kingdom. He directed to continue to support the developed plans and programs dedicated for addressing youth issues, supporting the progress of Bahraini women and furthering achievements witnessed at all levels and in all fields, including but not limited to the national plan for the advancement of Bahraini women with its important initiatives and the Hope Fund with its ambitious project. His Majesty also stated that Bahrain continues its commitment to its diplomatic approach that is based on the policy of good neighborliness and mutual respect with its brothers and friends. The Speaker of the Representatives Council then delivered a speech in which he expressed thanks and appreciation to His Majesty the King for the inauguration in order to continue the forward march of the kingdom and achieve further progress and prosperity for Bahrain. She praised the achievements of the kingdom made under the prosperous era of His Majesty the King. She affirmed the strong cooperation between the executive and legislative authorities in order to achieve the best interests for the country and its people in cooperation with the government led by His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. She praised the efforts of Team Bahrain led by His Royal Highness and their role in achieving further development for the kingdom. She praised the ability of the kingdom in overcoming the challenges of the pandemic thanks to the directives of His Majesty the King and the follow-up of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister. She also hailed the role of the frontliners in facing the repercussions of the pandemic. She affirmed that legislative authorities' keenness to support national recovery and enhance the development march of the kingdom in order to achieve the desired goals in line with the Economic Vision 2030. She affirmed keenness to enhance the status of the kingdom, enhance the youth role, and support women advancement in all fields. Zainal also expressed thanks and appreciation to the consort of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, for her numerous contributions that enhances women empowerment and achieve further progress and prosperity for Bahraini women. She also hailed the role of the youth and the efforts of the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, in harnessing the skills of the youth in order to achieve the best interests for Bahrain and its people. القاعدة التي نقف عليها مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولقد أرسى سموه حفظه الله نهجا جديدا ومتطورا من العمل الوطني الجماعي يرتكز على الإيمان بطاقات أبناء الوطن والاستفادة من عطاءاتهم تحت مظلة فريق البحرين
وفق استراتيجية مدروسة وإرادة صلبة اجتمعت لكتابة سجل حافل بمنجزات كفلت للبحرين النمو المستدام وأنتجت تجربة مثالية تخطت المستوى المحلي ووصلت إلى نطاق الدولي لتصبح مسيرة المملكة أنموذجاً رائداً ولتقدم درساً بليغاً لأهمية التعاون المثمر والإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل بلوغ الغايات الوطنية. صاحب الجلالة، وانطلاقاً من توجيهات جلالتكم السديدة، حفظكم الله ورعاكم لتحقيق خير الوطن والإنسانية، وبما أشهدتنا إياه المرحلة السابقة من حنكة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قيادة الجهود الوطنية المخلصة، فقد سطرت مملكة البحرين قصة نجاح عظيمة في التصدي لتحديات وتداعيات جائحة كورونا، وصولاً لمرحلة التعافي، وحققت أداءً باهراً في دعم القطاع الاقتصادي بما مكنه من مواجهة التداعيات السلبية للجائحة. ولتوثق مملكة البحرين بهذه الإنجازات مسيرة نجاح وطن وقائد وشعب، مسيرة اتحدت فيها الإرادة الوطنية من أجل الإنسان أولاً وآخراً، مسجلين في هذا السياق عميق الشكر والتقدير إلى أبطال الصفوف الأمامية وكافة العاملين والمتطوعين في فريق البحرين على ما يؤدونه من واجب وطني وما يتحلون به من مسؤولية إنسانية رفيعة، فكان النجاح الشامل والمتكامل في أرقى وأسمى صور التميز وعنوانها مملكة البحرين. صاحب الجلالة، إن السلطة التشريعية وإدراكاً منها لحجم التحديات تضع على رأس أولوياتها دعم جهود التعافي لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المحفزة للارتقاء بعطاءات المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورفض المسيرة التنموية الوطنية بمزيد من فرص التقدم للوصول إلى الغايات المرجوة وبلوغ الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على مساندة كافة الجهود الرامية لاستيعاب المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي والتحول الرقمي وعلوم الفضاء والمستقبل وتمكين الشباب وتطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمضامين خطاب جلالتكم السامي. كما نؤكد استمرارية العمل لإغناء حصيلة الريادة في مجال حقوق الإنسان وبما يجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة مع ما تتمتع به من بنية تشريعية متطورة ومنظومة مؤسسية عصرية وسلطة قضائية مستقلة تواكب المسار الإصلاحي والتحديث انطلاقاً من الرؤية الإنسانية الرفيعة لجلالتكم حفظكم الله، والاستنارة بها لمواصلة النجاحات المتميزة التي حققتها منظومة العمل الحقوقي عبر إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية المتقدمة كبرنامج عقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة بما يعكس عقيدة وطن يجعل من الإصلاح عماد نهضته ومن المواطنة الصالحة طاقة معطاءة للبناء والازدهار. صاحب الجلالة، إننا نعاهد جلالتكم أيدكم الله بأن نمضي قدماً في مساندة كل ما يعزز التمسك بالهوية البحرينية الأصيلة والمحافظة على المنجزات الوطنية وتكريس احترام دولة المؤسسات والقانون وتعزيز دور الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية في كافة مناحي العمل والحياة، معربين عن تقديرنا وامتناننا للجهود الكريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وإسهاماتها الرفيعة في مسيرة النهضة والبناء،
وهي عطاءات لمسنا أثرها وأهميتها في الاجتماعات البرلمانية الدولية، حيث كانت أدبيات ورؤى سموها والمشاريع النوعية التي أطلقتها ورعتها موضع انبهار وانجذاب لافت من ممثلي برلمانات العالم، خاصة ما يتصل بالمبادرات الخلاقة التي أثبتت تفردها في تحقيق التقدم للمرأة في البحرين والعالم، مؤكدين مضاعفة العمل لتنمية العوائد الناتجة عن الخطط الوطنية الرامية لتعزيز نهضة وتقدم المرأة البحرينية. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بدور الشباب البحريني وإنجازاته في مختلف المجالات بفضل دعم جلالتكم والمساعي الحثيثة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ونؤكد استمرار السلطة التشريعية في دعم الارتقاء بالمنظومة الشبابية وتكريس الجهود البرلمانية لتمكين المبادرات النوعية من الوصول لأهدافها المنشودة، خاصة المرتبطة بصندوق الأمل والذي يمثل إنشاؤه استثماراً مهماً لطاقات الشباب البحريني وتطلعاتهم، إيماناً منا بأن مستقبل الوطن في رعاية شبابه وتمكينهم وتقدمهم. كما سنواصل العمل على تعزيز برنامج التمكين السياسي للشباب، ويجري حالياً الإعداد للنسخة الثانية من برلمان الشباب، والذي أظهر شباب الوطن في نسخته الأولى وعياً رفيعاً في التعاطي مع الأدوات التشريعية والرقابية. صاحب الجلالة، نؤكد تقديرنا لجهود جلالتكم أيدكم الله في دعم مسار العمل الخليجي الموحد الرامية لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية، بجانب التضامن العربي والإسلامي لمختلف القضايا والتصدي للجهات الداعمة للإرهاب. ونؤكد لجلالتكم حفظكم الله دعم ومساندة السلطة التشريعية لخطواتكم الخيرة والشجاعة على صعيد تحقيق السلام والتعايش العالمي كخيار لا غنى عنه من أجل حاضر ومستقبل البشرية جمعاء، وهي رسالة حضارية تسير مملكة البحرين على هداها عبر تاريخها المديد. كما ونسجل فخرنا واعتزازنا بدور الجنود البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية على تضحياتهم وجهودهم في تحقيق الأمن والاستقرار، داعين بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني. صاحب الجلالة، لقد مارست الدبلوماسية البرلمانية دوراً فاعلاً في تحقيق التطلعات الملكية السامية، وكان حضورها بارزاً ومتميزاً ومنفتحاً على خطى أوسع من العمل والإنجاز في الداخل والخارج تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن. ختاماً، ومع بداية دور الانعقاد الرابع، نجدد العهد في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار، غايتنا الوطن وهدفنا تلبية الطلعات أبناء شعب البحرين الوفي في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، وفقكم الله وأيدكم ونصركم وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً، كل عام وانتم بخير. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received at Khir Palace the Ambassador of Saudi Arabia to Bahrain, His Royal Highness Prince Sultan bin Ahmad bin Abdul Aziz Al Saud, who delivered to His Majesty a written letter from the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdul Aziz Al Saud, inviting His Majesty to attend the fifth edition of the Future Investment Initiative Forum that will be held in Riyadh end of this month. His Majesty expressed thanks and appreciation to the Saudi King for this generous invitation and praised the historic bilateral relations and the cooperation witnessed in
in all fields. His Majesty also praised the pioneering role of Saudi Arabia on the international level under the leadership of the Saudi King that contributes in achieving sustainable development goals on the regional and international levels. He hailed Saudi Arabia's efforts in organizing the forum and in successes it achieved since its launch. He wished all participants success and for this forum to be an opportunity to enhance cooperation in order to achieve the desired goals. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable of thanks from the Speaker of the Representatives Council, Fawzia Zainal, on the occasion of His Majesty's inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the National Assembly. Zainal praised the contents of His Majesty's speech and his directives that aim to serve the kingdom and its people. She affirmed that His Majesty's support to the Council will be a source of motivation to exert further efforts. She wished His Majesty lasting good health and happiness, and further progress and prosperity for the kingdom and its people. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a cable of thanks from the Chairman of the Shura Council, Ali Saleh, on the occasion of His Majesty's inauguration of the fourth session of the fifth legislative term of the National Assembly. Saleh praised the contents of His Majesty's speech and his directives that aim to serve the kingdom and its people under the reform project of His Majesty the King. He affirmed that His Majesty's support to the Council will be a source of motivation to exert further efforts and achieve many more accomplishments. He wished His Majesty lasting good health and happiness and further progress and prosperity for the kingdom and its people. His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa received the President of the Supreme Council for Islamic Affairs, Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Rashid Al Khalifa, who presented His Royal Highness with the first edition of his book, The History of Judiciary in Bahrain, at Qudaybiyah Palace. His Royal Highness highlighted the importance of documenting the kingdom's wide-ranging achievements, which acts as a point of reference for future generations. The book follows the history of the kingdom's judiciary system since the establishment of the modern state of Bahrain in 1873 by Sheikh Ahmed al-Fatah until the second third of 2021 during His Majesty the King's era. His Royal Highness extended his gratitude to Sheikh Abdulrahman Al Khalifa, commending his efforts in documenting the kingdom's judicial legacy and achievements, which are a bedrock of the kingdom's sustainable development. Sheikh Abdulrahman Al Khalifa expressed gratitude for the opportunity to meet His Royal Highness, highlighting His Royal Highness's unwavering support to the documentation of the kingdom's substantial achievements. He noted that the kingdom's fair, independent, and transparent judicial system is considered one of the most advanced judicial systems within the region. The Minister of Finance and National Economy, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, also attended the meeting. Her Royal Highness, the consort of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, Princess Sabiqa bint Ibrahim Al Khalifa, expressed pride and appreciation for the content of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's speech during the fourth session of the fifth legislative term inauguration. She stated that the royal appreciation for Bahraini women and their various roles at the family and national levels is not unusual in light of appreciation for women's achievements, which are a result of His Majesty's support, which decided early on the necessity for women to be an essential component in the reform process of the prosperous era. She noted that the directives of His Majesty the King to support the National Plan for Bahraini Women Development reiterate the support that the SCW receives, which encourages it to exert further efforts in order for women to receive the advancement, stability, and prosperity that they deserve. Her Royal Highness stated that the content of His Majesty's speech is the foundation for a new stage on the SCW in cooperation with its partners to develop the National Plan for the Advancement of Bahraini Women, which derives its importance from His Majesty's adoption and its approaches since its launch 15 years ago. Her Royal Highness noted that these directives carry special importance for their coinciding with the SCW's preparations for developing the next approaches of the National Plan in line with its endeavors to achieve the aspirations of Bahrain Economic Vision 2030. She also praised His Majesty's support to Bahraini women and his affirmation of the importance of their participation, advancement, and pioneership to speed up the recovery process towards a more prosperous future for Bahraini women. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, expressed pleasure at the victory of the Spanish Cordoba CF with its Bahraini leadership against San Fernando City 4-1 in the sixth round of the Spanish La Liga 2. His Highness affirmed that Cordoba CF continues to make outstanding achievements, adding that this victory will serve as an incentive to continue such positive results. He expressed appreciation of the efforts exerted by the players, who were keen on implementing the directives of the team's technical and administrative bodies, wishing them further success.